السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام، والنهاردة هنتكلم عن قضية التوابل في المنام. أحيانا ممكن تشوف توابل في المنام، سواء الفلفل الأحمر أو البهارات أو الروزميري أو الحاجات دي كلها ممكن تشوفها في المنام. إيه تأويلها؟ أنا هتكلم في البداية عن التوابل عند ابن سيرين، لأن التوابل عند النابلسي كلام تاني خالص. فعشان ما أذكرش كلام ولاقي مثلا حد يقول لي ده في كلام تاني، لا، ده أنا هذكر لك الاتنين. الإمام ابن سيرين بيقول إن رؤية التوابل بصفة عامة، رؤيتها وأنا فرحان في المنام تدل على الهم والغم، العكس تماما. رؤيتها للتاجر خسارة، رؤيتها للزوج طلاق. ده كلام مين؟ أكبر المفسرين الإمام ابن سيرين. فرؤيتها للزوج طلاق، رؤيتها للموظف سيفقد وظيفته، يبقى ملهاش رؤية محمودة خالص عند الإمام ابن سيرين. لكن الإمام النابلسي كان له رأي تاني، يعني يعتبر أخف شوية. عند الإمام النابلسي قال رؤيتها مشاكل مع الأهل والأسرة، الفلفل الأسود هموم ومشاكل، الكركم يدل على الفرح والسرور، وقيل تفريج كروب يدل على الفرج، الروزميري يدل على الحزن والمشاجرات، الزنجبيل يدل على شخص ذو خلق. تعالوا بقى نذكر كل واحد على حدة. بالنسبة للرجل، رؤية الكمون تحقيق أهداف. بالنسبة للكلام الأولاني ده اللي هو بصفة عامة بدون تخصيص، لكن النهاردة لما نيجي نقول الكمون عند الرجل رؤيته تحقيق أهداف، وقيل أخبار سارة. إذا الكمون للرجل تعتبر رؤية محمودة، أما البهارات تدل على أنك شخص ترتكب للمعاصي. يبقى بالنسبة للرجل الكمون محمود. طبعا احنا ذكرنا الحاجات اللي هي مش محمودة، لكن ما ذكرناش الكمون. علشان كده لما جيت اتكلم عن الرجل ذكرت الحاجة اللي ما ذكرتهاش في البداية. فالكمون للرجل تحقيق اهداف، وقيل اخبار سارة. اما البهارات عند الرجل المتزوج تدل على انه شخص يرتكب للمعاصي. اما بالنسبة للمرأة المتزوجة، الفلفل الاحمر يدل لها على القلق والتوتر. هي إنسانة تشعر بقلق وتوتر إذا رأت هذه الرؤية. رؤية الطبخ وهي تستخدم الفلفل الأحمر تدل على صعوبة في الحياة، تدل على صعوبة في الحياة، في صعوبات وعقبات قد تقابلها في حياتها إذا رأت أنها تطبخ وهي تستخدم الفلفل الأحمر. طيب، رؤيتها للكمون يدل على الرزق، يدل على الرزق. أما بالنسبة للمرأة الحامل، طبعا المرأة المتزوجة زيها زي المرأة الأرملة زي المتزوجة، والمطلقة زي المتزوجة في موضوع البهارات والتوابل. أما بالنسبة للحامل، رؤيتها للفلفل الأخضر المولود ذكر، المولود ذكر. أيضا من ضمن دلالات الفلفل الأخضر أن الولادة ستكون سهلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لقضية التوابل عموما للحامل محمودة، بخلاف المرأة المتزوجة والمطلقة والأرملة. أما بالنسبة للعزباء، الفلفل الأحمر يدل على علاقة عاطفية جديدة، سوف تدخل في علاقة عاطفية جديدة حينما ترى الفلفل الأحمر في المنام. شراء الفلفل الأحمر في المنام يدل على الزواج بالنسبة للبنت العزباء. أكل البهارات بالنسبة للبنت العزباء، هذه الرؤية معناها أنها شابة تهتم بمظهرها الخارجي، هي واحدة بتهتم بالمظاهر الخارجية. دي كانت بعض الرؤى عن قضية التوابل.
انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.